الكلا غير بارو كاي حل اي مسألة. باباك صاحبي في العمالة بين دواسة ديالو ديما داير بلبلة. دير نية حاجة مقضية خاصك قاضي ولا محامية كعملة شوية امدا فوزية واحد دوسي حتى تزيديه في الميزانية. وي سعادة الوزير سبحان الله العظيم الله يلا الفالج بتسك مع صونيتي في واحد الوقيته. اييه صونيت عليك في الصباح عرفتك غتكون مشغول الله يكون في العوان وخدمة الوطن ما سالاش. كان عندكم شي اجتماع اكتي داخل تما كاين شويه دخاخ نسخون ياك ايوا مزيان بصحه وراحه الله يخليك. واحد لاكوزين ديال لانيز ديال مون كوزان اييه مدخله شي بلايك ديال قيف من سويسرا. لا لا هما انتيردي ولكن زعما ملي كتقلبهم كيف تقدر تمسح منهم لانتيردي وقيف يوليو لاطات ديال الحوت الى وليو بلون كري درهم كري درهم يقدروا يوليو لاطات ديال الحوت ساكوت با تخو شيغ زعما في هذا. اصبروا لدرجه الحراره واحد 1000 ولا 100 خليك معايا ما تقطعش خليك معايا خليك معايا ونعيمتهم. هذا حمار طرق وي سيد الحاج مالك سيد الحاج في الفيلا ديالك الفوق شنو طيروا لك السداده ديال الروكار اللي القدام مسخ راك كيبيعوا كلشي كيديروا كلشي. لا كون هاني دابا يكونوا عندك ان شاء الله يا ربي اليوم اليوم يكونوا عندك الدراري صافي يكون هاني صافي. خليك معايا الحاج ما تقطعش خليك معايا خليك معايا وي مراد غتمشي دابا الحي كاليفورنيا الفينا 36 ياك اييه ديال واحد السيد كنا درنا معاه واحد لافير ما خلصنا ما والو كاين قدامه واحد الروكار تما فيه سداده حيدها لطاسيلتو باش يجيب لي اللي تحت تما وديال الحي الفاتح الفيلا 42 وما تاخذ السيد اللي تما ما تاخذ من عنده والو صافي وعندك تاخذ من عنده شي حاجه عندك خمس خوت غالي نرى عارف يلا بسلامه. سيد الحاج خمسه دقائق غيكونوا عندك صافي يكون هاني ما تعطيه والو يا سيد الحاج صافي خليك معايا ما تقطعش خليك معايا. شوف بغيت عافاك واحد 8 المواقع غدا فيسبوكيه جوج قنوات نجيني في السوشيال ميديا يكتبوا واحد المقال مرت الوزير مشاركه في واحد المعرض ديال داكشي ديال المناخ وداكشي في برلين في ميونخ بغينا شي تغطيه الله يرحم لكم الوالدين. اي هادشي ديال المناخ انا نصيفط لك العنوان دابا صافي كون هاني كون هاني الله يحفظك الله يبارك فيك شكرا شكرا. وي مدام مدغري وكيلي ماشيش الله يبارك فيك مدام مدغري وكيلي ماشيش الله يجازيك بخير مدام مدغري وكيلي واشيش الله ينورك اودي يا مدام مدغري وكيلي ماشيش اييه كوني هانيه لا غدا ان شاء الله راني في كاع جميع المنابر وداك الشيء المغرب كله غيجوي عليك غير انت غدا غير تأنقي بالقفطان المغربي ومثلي البلاد احسن تمثيل. لا المصور غنصيفط لك المصور ديال اسماء المنور وداك الشيء هو اللي غي اييه لا لا كوني هانيه من هادشي لا لا طرقت انا داك الشيء اييه اييه صافي كوني هانيه كوني هانيه. كتب عافاك هذا العنوان كتبو عندك كتبو كتب سيدي زوجة الوزير تتألق بالقفطان المغربي في برلين ولا ميونيخ ولا بحال بحال يالله ما تنسانيش الله يرضي عليك ما تنسانيش خليك ما خليك معايا ما تقطعش خليك معايا ما تقطعش وي سيدي امور مزيان كتب عندك هذا العنوان الجمال المغربي يتألق في برلين اياه ملي تصيفط له حليا له ريان ولو عندي واحد لانيز واحد لانيز ديال لاكوزين ديال مانيز اييه كدير هادشي ديال الفيلم الوثائقي وهذا وبغى تدفع دفعات واحد الدوسي الله يرحم ليك الوالد اييه هو فيلم كيدوي على وضعيه المراه القرويه في المدن الساحليه شنو دير تمشي عندها البيرو تما نيت هي. السلام عليكم كي دايره استاذه لاباس عليك انا من طرف سي البواصيري البواصيري اييه هو اللي سيفتني عندك عافاك واحد لا كوزين ديال لانيز ديال مون كوزان راه دفع معاكم في طلبات العروض واحد لونغ ميتراج لونغ ميتراج اييه هو وثائقي اييه العنوان ديالو اي سبيل للجلوس قبل النهوض بالوضعيه الوطن اي سبيل للجلوس اسمحي لي راه كتمشي ليا اي سبيل للجلوس قبل النهوض بالوضعيه القرويه اي سبيل للنهوض
اي سبيل بلاتي نتفكروا عافاك استاذه، اي سبيل للجلوس قبل النهوض بالوضعيه بوضعيه المراه القرويه في المدن الساحليه. المهم الفيلم كيجوي على المراه، والفيلم كامل فيه امراه واحده هي كدور في واحد الفيلاج وداكشي كتقلب على الذات ديالها. اييه انا دابا نجيب لك المعلومات المخرج. اييه صافي دابا وي السعديه قولي لي المخرج ديال الفيلم ديالك شكون؟ امير روان ياك؟ انت براسك غدير الاخراج وغتمثلي نفس بنت اختك، غدير غتلعب معاك دور ثانوي. اييه صافي مرحبا الله يسخر، غديري الماكياج دونك غتشدي الجينيريك كورسا اللهم بارك. صافي يلا مزيان هاد المعلومات غادي يكونوا عندي من دابا. السلام عليكم سي بن خلدوني كي داير؟ الله يخليك واحد لا كوزين ديال لانياز ديال مون كوزان، كدير تيك توك؟ اييه كدير تيك توك. لا هي المستقبل ديال السينما المغربيه، غتنسي المغاربه في مهما وشايو غتنسيهم في هادشي كامل. اييه وبغينا الله يرحم الوالدين الا لقيتو لنا شي صافي انا نصيفط لك السي في وتندر ديالها. ونعمتهم ونعمتهم ونعمتهم. هذا حمار طرقنا. مدام مدغيري واكلي ماشيش؟ نعم مدام مدغيري واكلي ماشيش، الله يبارك فيك. لا صافي كوني هانيه الامور مضبوطه، لا غير تمشي وترجعي بسلام ان شاء الله يا ربي. غير ما تنسايش عافاك ملي تكوني راجعه جيبي لنا شي قرعه خفيفه من ديوتي فري الله يرحم ليك الوالدين. ها شي حاجه خفيفه 95 دوغري 95 دوغري ميرسي تشاو تشاو. سي المعزوزي كيف الحال؟ امورك مزيان؟ هانيه؟ عم ضرر رجعوا لك القرقره ديالك؟ هي نيت اللي رجعات مسخت الوالدين كيطيروهم في الصباح وفي العشيه كيبيعوهم لما ليهم. ونعمتهم سيدي ونعمتهم، مبروك عليك الصفقه ديال الدودانات راه انت اللي خديتيها. اييه سيدي مبروك عليك. لا واش حنا كنلعبوا ولا؟ لا ما تخافش، لا حتى الحساب انا غنقاد ليك. انا نقول لك دابا الدودان بشحال غيطلع لك، تبقى معايا. عندك سيدي الدودان فيه جوج خناشي ديال السيما، برويطه ديال البغلي، طارو ديال الصباغه ديال كنديروا كاع ديك الصباغه ديال الاطفال اللي كيديروا العيالات. اييه قرعه ديال الصباغه ديال الاطفال حمراء وقرعه بيضاء. الو السلام عليكم سي القراعيطه كي داير؟ امور مزيان؟ وتكيس لينا على الحكومه شويه السي القراعيطه الله يرحم لك الوالدين. وانت فين ما فقتي في الصباح عليهم في العشيه وما نكونوش عاوتاني عدميين كاع ما كنشوفو حتى حاجه. لا ولا غير معروك اي حاله اي مساله، باباك صاحبي في العماله بين دواسه ديالو ديما داير بلبله. دير ليا حاجه مقضيه، خاصك قاضي ولا محاميه، كي عامله شويه امدا فوزيه، واحد الدوسي حتى تزيديه في الميزانيه.